السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الملك استنى قد داونيسان وحن دلين كل تيم وعنا ونكسن هذه بين كوتها بين ونكسن هذه بين مالك كوتها بين مالك ونكسن هل كان نقرس عطانا نقد داونيسان وتشن كي هو يجت عيل كبلي ستذكر عصب تي سبسكرايب شير على لايك وحي فكرة دهنا كومنتي من نور هاب وحن دين سوق تزين إن قصة عيل أو كوان وسوق بني عبو صوماليات ومجي عدنا راح حسوس تي عيل كحلي كده أبوهم صوماليات وحشيجي وحدانيجي حاجيتي دولار دهو النجمة وحان كودا لان النجمة الدونسور تولا دا كانان حي قوال كباي السوماليا دالشا دا الحسوس دي دو وحالو نغلو شاقين عن دالان نكو ساقال بغليو شاني اللي حدنكي ما داما اونمي كودا لان وحا حسوس تا وقتيقان نو صحي وحا ودنك السوماليا كو ساقال بغليو فري اللي حدنكي داقال لقل ايتوبيا يسيدو او كالي روايات حلقة على دقي ومقعد اللورنشري على آمن ما يشو أو سمية أبوان أحمد سليمان بدي هستي كتشرتين حلقة سعد بلو دقي سنشري سبب تاس أي أصب ناتي إنان حلقة دلاني ونقلو شوية ونكا قدوان انتد كي بادي هاكو دشي مدامان بادي هاكو دلاني سيدو قلدتك بادي هاكو دشي تاريخ دا لشيغي تري دعدوين كان نوعية داسي كوكالا أما حلقة لغو شيغي وحوها حلي روبات كي هبل أما حلي عبارات كي هبل أيا لورن شري هبل ودش أما حلي جو هبل عروسي بو هبل لش أنا جيو حاس كي جنتشما برخط أنا ولا بحي نتشما لول ح وحن كده لأن دقمة الدين صار وحلي جا تولا هاي كانت سنقول كباي الصومالية ولا ولا ده هاي ذا أيا كوين ذا دار وحن هندد مروة كعامي labada yada reerna isku degmaayay haayeen halkaas aan maqashay weelaha isku raac jirni muddo markaa aan baadiyaha joognay waxa wadanka qabsaday dawladdii kaanka Soomaaliya kadib waxa miyiga noogu yimi ololihii waxbarashada aada dugsiyada iyo barashada afka Soomaaliga ee dadka miyiga wax lagu barayay nasiib waxaan u yeelanay inaan dhirta hoosteeda wax nagu loo dhigo kadib waxaan nagu daray arday miyiga laga ururinayo lageeyay degmada Diinsoor ومركات تولاهيد سنو غلو دارو قادة اسكول هالكا لغا فوريي كوي لغو بلابيه نغونو مركان دوكسي سرقاني وحان آدني حمر مركي دام الله فولا ايان نالجيي مركي عان الله فولا تغني قوسيس كيي كاديراني ايان سجعلانا نكي نجمي تعايل كيي ايا وحاوغا دي مامولكي قعانتا نوحيي وحاي وحاي نور شيغان نغو دهين وحان دين كيلاجين دونا لبا كل يدود ايو دي دينا نوح براشادا معنهي كتشي سنو عما معنه قانون كميشو يالا جاعدة لفولة أنا كوي حدد قدونو لابا لابا كل يدود بالين كلابين دونا وحان مدر دون دون بانا با جاعل كي يوانو قرسان كرويني معنى المالماه كمي دايا نجم لغو يدو وحا لغو قرية شقالها الدولة دا اي دقم دا ساكون اني غار كايا يا مالين غالي لايغا ساري نجم دايدان جعلا نجم دايدان جعلا أنا قرر عن كيس بوح كدب وانشوه كرواي نلشي بيوات كاتي جامعة دينا وانكا بحصدي وحان تيق دقمدي ساكمو وي نقمدي دي تاكتاي رواي دي دلشة دي دلوحة سوسن شري إيه اللي آمن ما إيشو آيان حس جعيل كرديغاني هيس تي كوچرتي مركاسو حيليغان دلاني آل لو غاي شري ما دام دلكو دقال قلي ويتو بيوكو ساقال قولي أفري لحدنكي سومالي دقال لقشي رواية دوناي بدن كيد هلقا كو سافساند بان سوقا دي شرنون آدو تشعلان ان هاس تيريا دو حاكمي دو سومالي اي تلا واتي إلهي تعب نوايس كاشي تبقر مقادنا توبيها مرعنا قبيل ميسكا تورنا قرنو متاقنا ترك تبين تاه مكا تلا بحنا وحان انتي مدو فرحل لكو شرنون آدو تشعلان او aan halkii ayadunaay ka shaqeysanay aan degmadii joogo in badan jacaylka nool farxad leh aan wada qaadano ugu dambeyn waxaan go'aan ku gaano Ilaahay maxadiisa waan iskuursanay laba sano ayaan isqabnay markii aan laba sano isqabnay Ilaahay waxa uu noogu deeqay ilmahaygu koowaad waxay noqotay inaan waxaan u bixinay farax nolol jacayl oo aad u qurux badan oo aad u macaan baan soo wada qaadanay anigii degmadii kadib waxaan noo dhashay wiil hadana waxaan u bixinay wiilkiin Cabdi Kariim taariikhdu markay ahayd 1928 ayaan xamar duugu soo laabanay oo ahayd caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho
markaan 4 sano caasimadda joognaan deganeyn 4 sano kadib waxa soo bilaabmay ifafaalihii dagaaladii sokeeyay mucaaradkii oo ay ku horimaadeen dawladda militaryga 1968 kadib baxyo ka dhacay magaalada xamar oo mucaaradku hoggaaminayay militaryga isku dhacay xaaskayga najmuul oo aan ula baxay najmuul buuri dadkii ku dhaawacmay bay ku jirtay dibad baxyada nasiib darro daawaceedu waxa uu noqday daawac culus dalkana waxba laga gama qaban karin waxa loo qaaday caasimada kuuriyada waqooyi ee biyamaar loo yaqaano halkaas ayay ku geeriyootay najmuul shan jaclaa ahay labadeeda caruurna adduunka ugu jecelay hooyadood allahan xarista xaaskayga yaan jeclaa waxay farxadaydii waxay naxariistaydii waxay dheeman ilaahay dunida igu siiyey waxay igaga tagtay labadeeda caruur ahayd ee farax inantayda curadiyana kayga Cabdikariin maanta Cabdikariin iyo farax waa dad waaweyn oo caruur leh oo aan awow u ahay oo koray waxaan waqtigayga ku bixiyay korintooda daryeelkooda aniguna najmuul la ka dambaysa maan aroosin waxaan hayaa sawirradan wada galay waxaan ku noolay xasuusahaydii waxaan daawada caruurtay dhashay naa ka dambaysanay ma qorsheysnayna guursado allahuna xarista xaaskaygan jeclaay ee najmuul waxaan rajaynayaa inaan jannada isku helo mana doonayo xaas dambe in meher igu dhaco waxaan rajaynayaa aan suga inta aan ka dhiman doono oon jannada kooda kulmi doono allahuna xarista buuraa yuuri aabahani xaaskaygii anaguna aamin baan leenahay waa qisa gaaban oo jacayla oo farxadii murugaba leh waxay kuu sheegaysaa qiimaha qofku markuu qof jeceliya u haysto waxaan idin rajaynayaa annaka iyo idinkuba jacaylku wanaagsan hadduu kusoo maran inaad haysatid had inta aan hayno inuu ilaahay qaar khilqa u sahlo daawada ilmilkasta joogta waxaan dilaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wacan ama habeen wanaagsan bye عندها قلبي غا كيك ما فوق وعندها قلبي غا كيك ما فوق وحالي يا رغبو هذا